تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يمد جلالته بمنفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن تبقى مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم دائما ما كما يتمناه جلالته في تقدم وتطور وسلام وازدهار، داعيا سمو المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته أيده الله والبحرين وأبنائها الأعزاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسميات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بمنفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على سموه ومملكة البحرين وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.